أخذت جهد كبير حتى أقنع كل من أقابله أن أنا شايف مصانع برا، شايف مصانع في دول الخليج، شايف مصانع في الصين، شايف مصانع في فرنسا. لكن ما كنت تشوف مصانع في السعودية؟ لا، بالمستوى اللي أنا كنت أطمح له ما فيه. كانت المصانع تعتمد على استيراد الزجاج، تعبية، الكبس، تغليف، انتهى الموضوع. تجميع مو تصنيع بالمعنى الحرفي. بالضبط، هي كلها تعتبر صناعة تحويلية. حتى اللي نقوم فيها الآن صناعة تحويلية، ما هي، لكن يبقى أنه في تفاصيل هي اللي الواحد يتمنى أنه يفخر فيها. تدخل في صناعة نحت الزجاج، تدخل في تقنيات الطباعة، حرفية أكثر، احترافية أكثر. بالضبط، نعم. استخدام التقنية في أوسع من قضية التعبية، استخدام أدوات خاصة بمعالجة الزيوت العطرية قبل تعبيته، الاحترافية في مسألة تقديم العطر كتحفة سعودية. يعني أنت تتمنى يوم من الأيام، وهذا اللي كنت كان في خاطري، يقول ليش المنتج السعودي العطري يسمى شرقي مثلا؟ وترى لما يقولون عنه في ذاك الوقت شرقي، يعني يغلفونه تغليف مهذب بأنه ترى مو ماركة، درجة ثانية يعني. لا، مو درجة ثانية، هو درجة أولى لكن شرقي، يعني تغاضى عن التغليف الوسط، تغاضى عن العبوة، تغاضى عن مقابل العراقة، يعني كأنك داخل متحف. طيب ليش ما أنا أحافظ على العراقة الداخلية مع أخذ كل ما هو تقني ومحترافي في دول أوروبا وأمريكا، وأضعه على المحتوى الشرقي اللي سمينه شرقي، وأنا أسميه عطر ماركة لكن سعودي. جميل. عطر ماركة احترافي، أضعه بجنب الماركات العالمية اللي ندفع فيها الألف والألفين والثلاثة، ونفتخر أن العلامة التجارية حقته موجودة على يعني طاولة التسريح. خصوصاً أن العرب المسلمين هم يعني معروفين بحبهم للطيب. بلا شك، حنا مصدرين كمسلمين عرب، حنا مصدرين لثقافة الطيب لجميع دول العالم، وهذا نفتخر فيه الحقيقة بالعلم. لكن الواحد لابد يعترف في الجانب التقصيري اللي عندنا علشان نقدر نتطور. صحيح. لا تنسى تشترك في القناة، ولا تنسى تفعل الجرس عشان يصل كل جديد. فالك التوفيق.